السلام عليكم كبيدات كي لاباس عليكم نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال اليوم ان شاء الله هديتكم معايا للمزار نجيبو فيه دويره ونشوفو الجديد نشوفو الحوايج اللي فيهم برومو نشوفو واش كاينين هميزات المهم البنات بقاو معايا لاول مره كتشوف القناه ديالي مرحبا بك استاذ مرحبا انضمي نضمي للقناه ديالي شرفتيني اكيد غيعجبني الحال بزاف الا خليتي واحد اللايك ابوني وتعليق زوين بحال وجهك شكرا لكم بزاف البنات كيف ما شفتوا هبطنا للكاب من بعد البنات طلعنا اه طلعنا للمغازه كاينين تبارك الله لي بزاف اه في المزار عندنا في مدينه مراكش كيف ما كتشوفوا هنايا كنقول لكم باي باي صافي البنات هنا ديريكت دخلنا الكالفور كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه دايرين فيه ميزات غزالين البنات من ناحيه الماكله من ناحيه هكا كيف ما كتشوفوا هاد ال... هاد الالات ديال الطبخ المهم كل شيء هنا البنات شوفوا تبارك الله هاد الصنيدرات علامة من الزينات هما البنات 35 درهم 60 درهم شي حاجه اللي زوينه بالنسبه للبنات اللي هكا بغا المدرسة لو بي... بيتي تقدي حويجات هكا باش تسافري بهم صراحة كاينين البخي غزالين و سنيدرات فنينة البنات ستين درهم راه تمن جد مناسب ماشي بحال ميه وخمسين ولا ميتين درهم كلاكيطات كذلك عاوتاني ديك زوين بالنسبة للابيسين بالنسبة للبحر كيف ما كتشوفو غير بخمسطاش درهم بربعطاش عفوا درهم يعني زوينة راه حتى في الحوايج البنات دايرين سولد آه بالنسبه اللي قريبة على الكافور هكا بغات تقضى ماشي يضرب فيه دويره راه اتمنه جد مناسبه فيه الصراحة راه فيه البروم انا البنات هاد المجموعه ديال التواليت التواليتات حشاكم غزال البنات اللوينات راقيين بزاف وكيف ما كنقولوا داكشي المتول وزوين على حقو وطريقه وراه الثمن تبارك الله شويه طالع الصراحه ولكن شي حاجه كما كنقولوا هماويه وجاني انا ما طلعش بزاف يعني الا خديتي كل شيء مجموع وداكشي اللي بيتي هنا تبارك الله هاد الصالونجي كي دايره غزال البنات حمقوني البنات هاد البيسلات وديك الزليفه في داك اللون الكرونا جا غزال ايوا شويه انايا درت لكم شويه انايا كما كتشوفوا تبارك الله التيسير موجود الخير في بلادنا اللهم لك الحمد راه تبارك الله كان عامر والله العظيم الا كنت كنصور لكم بواحد الصعوبه حيت كان عامر بلا ويكاند كان عامر تبارك الله هنايا بلاصت كيف ما كتشوفوا لي طاخت حلوه حلاوي تاع كريم راه هما دايرين فيهم برومو وحتى السبت والحد راه كيديروا واحد برومو كيكون كي زوين بزاف كيديروا فيه ميزات غي داك النهار ولكن دابا راه دايرين يعني دائما إلى بيتي تجيو راه غادي تلقاوه غير هكا راكم عارفين انا مني نجبل ملي كنبغي نخرج كنبغي نخرج نتصادف مع شي برومو ولا شي حاجه وما كيكونش في بالي يعني ما كيكونش كاع يعني عارفه بلي كاين برومو او بعد نوبات كي مثلا قلت لهم شحال هادي أو لا سولت على شي حاجه كيقول لي راه خرجات برومو تقادات كنقول شتي كنت عرفت كون مشيت قضيت الغرض ولكن ما كاين مشكل داكشي باش انا كيعجبوني كي بحال هاد الفيديوهات راه فيهم استفاده كبيره شحال من حاجه كتبغيها وكتلقايها في هاد الفيديوهات آه كيف ما كتشوفوا هاد الطانيت آه دايرين ليه 23 درهم راه يبيع 20 درهم صراحه داكشي زوين بالنسبه هكا لي ديال نيفيا تبارك الله راه طالع لهم البري ديالهم هنايا جيت شابان البنات راه دايرين شتو دايرين فيهم برومو التخادو السيف بونتين كل شيء البنات بالنسبه لجيل دوش صراحه داك الشيء ون، المهم نخليكم مع شويه الموسيقى حتى معاكم معكم فرجه ممتعه هنا والو بنتي قالت لك بغات المسكه خدها لي عباها خدها لها شي لعبات اخرين صافي البنات حنا خرجوا من الكارفور زدنا زدنا الفلو صراحه دايرين فيها هاد لا مارك غزاله دايرين فيها سني ديرات غزالين يعني 99 درهم شي حاجه اللي رويقيه أه، السبيبطه سبيبتات تاع البنيات سبرجيلات سني داكشي داك الحماق البنات والله العظيم هي زعما دايرين واحد البرومو اللي غزال هذه 139 المهم هنايا شاركت معكم زعما اختي هاني هنا <applause> تبرد ليله تبارك الله ديال الرجاله يعني داكشي زوين البنات غزال وثمن جد مناسب دايرين حتى البريف شوين كيف ما كتشوفوا المهم جبت معكم هكا دويره خفيفه غير باش هكا تاخذوا حتى فكره وهكا مثلا كما قلتها وعاودتها في الاول الفيديو راه دخول المدرسة جاي راكم عارفين عندكم الوليدات كتبغي تكسيهم ضروري ديك الكسوه تاع ال... تاعت المدرسه هكا جبت لكم هكا افكار كاينين الشكاير كاين كل شيء البنات راه غير كانت الدنيا عامره اللي قدرت عليه راه بارطاجيتو معكم اللي ما قدرتش عليه غير سمحوا لي وصافي كما قلت لكم السنيديرات تبرديلات داكشي الهبال البنات شفتها الصراحه من جد مناسب كاين الحاجه اللي دايرين ليها البري كاين الحاجه اللي ما دايرينش ليها البري ولكن راه تبارك الله بحال هادي البنات كانت 249 مي اه درهم يعني 250 درهم ورجعت 100 و عشرين درهم يعني رجعت مية وثلاثين درهم راه غزالة البنات راه شي حاجة لي زوينة راه هميزة كيف ما كنقول راه نص بالنص اللي تنقص المهم البنات سبرتي لا تروي بقي ان شاء الله قلت ترجع وناخد لبنتي انا بنتي باقا صراحه باقا صغيره ما باقا ما ما حتى حاجه قلت ناخذ لها غير شي حاجه تلبسها تلبسها هكا في البرد هنا درت لكم الكيابي تا هي لبست لكم فيها تا هي دايرين فيها برومو غير صراحه دايرين برومو كيف ما كنقولوا في الحويجات ديال لي بيبي دايرين فيهم برومو اما بحال هكا بحال قد بنتي صراحه لي ما كاينينش لي مايو البنات داكشي شا... صراحه كيحمقني في كيابي سي ديك داكشي تاع لي بيبي واعرين واعرين بزاف انتم البنات شوفوا هذه الفيزا حمقاتني غزي ولا انيقه كيف ما كتشوفوا البنات صراحه عندهم ليش شوا بزاف راه غير صورت لكم غير شويه شويه حيت كانت صراحه الدنيا عامره كيف ما كنقول ما كنبغيش هكا نحرج راسي ولا نصور شي حد راكم عارفين ماشي كلشي كاع الناس اللي كيبغيو يبانو هكا في السوشيال ميديا صافي البنات وحنا خرجوا صافي مشينا للدار صراحه كانت عيانه بزاف اه مشيت للدار جبت بكم هكا غير جمال فينا كانت تبارك الله عامره 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 ديال بصح إيه تبارك الله راكم عارفين في فهاد الوقيتة كتكون عامرة مني كيبرد الحال راكم عارفين مراكش عندنا راه مطنطنة الدنيا الجو يعني سخون أو كيبرد الحال راه تبارك الله شحال شحال الناس كيخرجوا هاكا كي ضربهم البرد هنايا يعني هاد البلاصة كنقولو لها عرس البير كيكونو فيها الطوبيسات ايوا وجبت معكم غير مقتطفات شوي 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 من هنايا ومن هنايا نتمنى على فيديو ينال الاعجاب ديالكم شكرا لكم بزاف خليو لي الراي ديالكم شنو الفيديوهات اللي نبغي تبغي تبغيو زعما نبارطاجيهم معكم على راسي وعينيا أه كنتمنى يعني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم هنا صافي البنات رجعت للدار ضربت لك واحد التدويشه صافي وانا نعس هكا بصراحه م... كنت عيانه ديال بصح تهلاو <applause> فريزكم الى فيديو جاي ان شاء الله شكرا لاي وحده بقات معايا حتى لهنا شكرا لاي وحده كتخلي لي كلمه زوينه الله يكبر بكم الله يخطيكم بكم انا باش كاينه بكم انا فاش مكمله والناس اللي كيكتبوا يعني تعاليق سلبيه كل واحد كيعبر كي كما نقول على المستوى ديالو وعلى الاخلاق ديالو وعلى قلبه شنو فيه الى فيديو جاي ان شاء الله